أما بقى عمال قناة السويس والحفارات والكركات والقاطرات، يعني الاحتفالات والفرحة القوية سيطرت على العمال، وبعد طبعا نجاحهم المباشر شكرهم السيد الرئيس الحقيقة جدا بمجهودهم الكبير وإخلاصهم. مقاطع فيديو انتشرت وصور عبر منصات التواصل الاجتماعي بتوثق احتفالات العمال. مجموعة من العمال والفنيين في فيديو ظهروا على ظهر إحدى الكركات، كركة مشهور، يحتفلون بتحرك السفينة في مجرى قناة السويس أثناء توجهها لمنطقة البحيرات. ردد العمال هتافات مشهور مشهور رقم واحد في إشارة للكركة مشهور التي يعملون على متنها. تعالوا كده نشوف جزء من فرحة المصريين اللي اشتغلوا بإيديهم في هذا الإنجاز وهذا النجاح، ونرجع مع حضراتكم. خش يا خش يا خش يا